اجابه قبل. طب بعد كده هتربي ابنك ازاي وبنتك ازاي؟ هتربوهم على الفساد والكذب والاسم ولا على الحقيقه والوهم والصدق؟ انا بسمع كتير ولادنا بيقول انا ما بديش المدرسه علشان خاطر المدرسه ما بتعلمش. ده كلام خادع، واللي بيقولوه اهل الشر والناس المرضى هتلاقيهم دراسين عظام موجودين هنا. لو اي طالبه لجأت للمدرس في موضوع ما صعب هيسهلوا لي ويقول لي. لكن اهل الشر بيقولوا لي ايه؟ يقول يا فندم احنا بنيجي اول يوم المدرسه دول اهل الشر اعداء الدوله. احنا بنيجي اول يوم المدرسه والمدرس بيقول احنا ما بنجيش النهارده. اللي بتكسب وفطر على مدرسنا العظام. عشان كده حبيت النهارده اجي انصح ولادي واقول لهم كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله عام دراسي سعيد علينا كلنا. انتم بتشوفوا النصيحه بتاعتي، نظموا وقتكم، نظموا وقتكم، اعتمدوا على نفسكم.